الجماهير الشعبية تحيي النضال فينا، الجماهير الشعبية تحيي النضال فينا، الجماهير الشعبية تحيي النضال فينا، ولا من مستوى مركزي. احنا اليوم كنشوفوا بان المعركة ديالنا هذا عام اربع شهور وهي مستمرة ولا زالت مفتوحة، ولكن التماطل اللي كنشوفوه من طرف المسؤولين هو تماطل السواد من اجل اللعب على الوقت، وحنا هاد الوقت هو اللي ما غاديش نسكتو عليه. وقد جات الوقفة ديالنا اليوم هي وقفة إنذارية اللي غادي تكون يعني ابتداء من اليوم، وقفات اللي غادي تكون متتالية، وأكثر من هادشي ماشي وقفات، وإنما الاعتصام كما هو الصحيح غيولي ينقل لهذا المكان هذا اللي هو مكان تشرف فيه الجامعة السورية تاريخ اللي هو قريب الذكرى ديال الأولى اللي هو حصل اليوم. اليوم مشعوب روز مزهار واجه هاد النظام اللي قمع جماهير الجماعة السولارية لأهل إكليم بالهروات وبالسجون وبالشروطة، يعني اللي كسر جماع يعني الناس بدون أخذ عين الاعتبار ولو يعني الإنسانية في حق النساء والعواجيز من نساء وشيوخ وأطفال. هاد الوقفة كتجي كما قلنا إنذارية في هاد الصدد هادي على هاد الوعود اللي تعطاتنا، ومازال كنشوفو من هاد الوعود ما كنشوفو إلا الصراط، وكأن هاد الوعود صراط بحدك اللي كيشوف الماء ولكن ملي كيوصل ما كيلقى لا أمانة ولا ولكن النتائج ما شفنا والو، وهادشي ما مفروض يعني خصنا نشوفوه، وما يمكنش غادي
تحسن عليه لان الناس كنعرفوا احنا المستوى المركزي يعني حالفة مع هاد المافيا وواكل حقها مع هاد المافيا وما غير ممكن تخدم غير ضدنا. ولكن حنا راه ما غنسكتوش الا كنا سكتنا 20 عام وما سكتنا. ما راكات الكرامة نزلت مفتوحة الإخوان والأخوات ولا للنساء يعني ودائما وتحية لمن